أول مسيرة أو مظاهرة جاية تحدد ميعادها ولا لسه ما قررتوش؟ أول مسيرة جاية؟ هو النهاردة كان في مسيرة وفي بعد كده عشان اللائحة الطلابية عايزينها تقرر مجلس الشعب. إحنا خلصنا اللائحة الطلابية نزلت بقرار وزاري، لكن احنا عايزين يتم اقرارها كامله مجلس الشعب. فبنطالب استاذ عصام سلطان يعني هاخدها منك. أيوة، وانا ملتزم امامك وامامي من غير وفرنا عليكم مظاهره جدا. يعني احنا نفسنا اللائحه الطلابيه فعلا الحلم الطلاب يخش مجلس الشعب وتاخد طريقها. شكرا شكرا جزيلا، كل التحيه لكل موجودين، وغدا نلتقي باذن الله. السلام عليكم.